انا احمد فؤاد ليدر اوف تيم نادج. كتير من طلاب الثانويه العامه لما بيخلصوا ربنا بيوفقهم بمجموع كويس وبعدين يقرروا يدخلوا كليه زي الهندسه او الحاسبات كمبيوتر ساينس، يعني بيقابلهم بعض المشاكل، وخاصه لو داخل مثلا كمبيوتر انجينيرنج بيقابلهم بعض المشاكل اللي هي زي انا داخل فجاه انا عندي كورس بروجرامنج وهو ما يعرفش يعني ايه بروجرامنج. فقررنا احنا في نادج ان احنا نقدم له الكورس اللي هو محتاجه علشان لو اخدوه هيدخل كورس الجامعه ده هيبقى يجيب فيه جريد كويسه ويبقى فاهم اصلا ايه الدنيا، او انا بديله بيزكس، هو ما عندوش بيزكس خالص، انا بديها له قبل ما يدخل يتفاجئ في الجامعه او ياخد حاجه ادفانسد شويه. طيب انا ايه اللي بيميزني؟ طيب انا ليه يجي ياخد كورس عندي؟ طب ما هو الكورسات ماليه الاونلاين وماليه في كل مكان، الناس كلها بتدي كورسات. انا مش بديله مثلا، يعني انا في مثلا كورس زي بايثون انا مش بديهوله كبايثون، لا انا بديله الحاجات اللي هو محتاجها علشان يدخل كورس البايثون في الجامعه مثلا يأدي كويس، او هو مش يعني يبقى فاهم هو بيعمل ايه، مش مجرد كورس بايثون والسلام. بعدين حاجه تانية، انا في نادج بديله 1 تو 1 منتور شيب، اللي هو يعني اي سؤال هو عايزه معاه منتور بيساعده، مش مجرد ان انا خلاص بديله كونتنت فيديوهات معينه وبيشوفها وخلاص، لا ده انا معايا المنتور بيتابعه اول باول. وبعدين حاجه كانت تانية مميزه عندنا ان انا الانستراكتور بتاعه طالب زيه، بس هو ممكن يكون اكبر منه سنه او اتنين، مجرد ان هو اخد الماده وعرف ايه فعلا اللي هو هيحتاجه فيها او عارف فين نقطه ضعف في الماده دي، فبيقدمها لزميله او الطالب اللي هو جاي عندنا علشان فعلا يحقق المبتغى المطلوب لما يدخل الكورس بتاع الجامعه. وكل ده طبعا يعني بيبقى بسعر بسيط جدا مقارنة بأماكن أخرى. طبعا لو قلنا على يوديمي أو كورسيرا، فحتى برضه غير كده إن الكورس في أي مكان تاني هو بيديله مثلا كورس بايثون، هو بيديله كورس بايثون، أنا هديلك مثلا أساسيات وحاجات كده يعني عشان تبقى كويس في بايثون، بس ما بيديلوش اللي هو محتاجه. فالكورس عندنا مش مجرد أنا هقول هديله كورس بايثون فأنا مش بديله كورس بايثون وخلاص، لا أنا بديله الحاجات الأساسيات أو الحاجات اللي هو هيحتاجها عشان يخش كورس بايثون في الجامعة، فيبقى فاهم الدنيا جاية ماشية ازاي او يأدي كويس، مش مجرد بديله كورس بايثون وخلاص، مش بدي يعني انا مش بقضي الغرض خلاص زي اي مكان تاني، انا بديه اللي هو محتاجه. الانستراكتور يعني ميزة برضه عندنا كبيرة ان الانستراكتور نفسه طالب يعني اكبر منه بسنة او اتنين او يمكن تلاتة، هو مازال اندر جراد طبعا سيلكتد بطريقة يعني ممتازة، بحيث ان احنا بنجيب التوب ستودنتس، مش ستودنتس عاديين مجرد عدى الكورس، لا انا بجيب توب ستودنت جاب حتى يعني ممكن نقول جاب A بلس في الماده، فهم الماده كويس، فهم مشاكل الماده فين، فلمها لوحده او اخد كورس او يعني هو عانى فيها فعرف مشاكل الماده اللي هو الفريش ستودنت ده داخل فيها، فخلاص هو بيساعد ان هو عارف نقاط الضعف فبيقويها للطالب اللي جاي عندنا.